بداية من المدينة القديمة ومروراً بآبارها المتعددة وصولاً إلى القناع الذهبي، ذهبنا في جولة ميدانية مع الأستاذ حسن حمدون لنتعرف معه على أبرز آثار مدينة ثاد وعمقها التاريخي. السلام عليكم أستاذ حسن. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يحفظك إن شاء الله. شكراً على استقبالنا. حياك الله. الله يسعدك. الله يسلمك ويخليك. أستاذ حسن، ممكن تكلمنا عن تاريخ ثاد؟ تاريخ ثاج، تعتبر ثاج من أقدم التاريخ العريقة، ولها دور كبير جدا من ناحية التجارة، ومن أزهر عصور التي تم استيطانها في المنطقة هي، أو هو بالأحرى، عصر اللي هي الفترة الإغريقية. طيب، الموقع اللي حنا فيه الحين هذا مقبرة صح؟ نعم. قلت لي في مقبرة ملكة نعم. من هي الملكة؟ طبعا الملكة هي ملكة ثاج على قولتنا، ملكة أو أميرة ثاج. من خلال الاكتشافات، من خلال الكنز الهائل التي وجد في المدفن. طبعا هذا المدفن وجد، والآن المقتنيات التي تم العثور فيها هي عبارة عن قناع، قناع بالإضافة إلى كف، وكلها من الذهب الخالص، بالإضافة إلى بعض القلادات وبعض الأساور وبعض الخلاق الموجودة، كلها من الذهب الخالص وبعضها مطعم بالأحجار الكريمة، وهذا كله محفوظ في المتحف الوطني في الرياض. أستاذ حسن، إيش في مواقع مميزة غير المتحف؟ طبعاً في مواقع مميزة عندي مساكن في الجهة الغربية من التل، من التل ملاصقة إلى التل، فهذه المدافن طبعاً بها آثار، طبعاً بها آثار مطمورة وتحتاج إلى عمل مجسات في نفس الأرض. تحدث عن المدينة، مدينة ثاج. مدينة ثاج بها سور يبلغ حوالي 2535 متر. طبعا تقع المدينة في الجزء، في الجزء الشمالي من هذا البير اللي الآن احنا واقفين بصدده. الآبار عندما تم مسح المنطقة من قبل البعثات الأجنبية ومن قبل وكالة الآثار، حصرت عدد الآبار الموجودة في المنطقة حوالي 22 بئر. طيب أستاذ حسن، شكرا لك على كل شيء، تعبناك معانا، الله يسعدك. الله يسعدك، ما قصرت، بيض الله وجهك.